ابوس ايدك ما تعملش فيها زي حسان. قول لي مين اللي جالك البيت؟ ده جيلي الولايه مراتي وانا بره. الولايه؟ طب هو كان معايا كمبيوتر؟ الجهاز كان عليه اسرار خطيره جدا تخص المصنع وهو خايف يرجع بيه. ده راجل بس كان عايز حاجه من عليه كده يعني. راجل مين ده بقى؟ ما هو لو هشام عايش اكيد مراته هتكون عارفه واكيد هيكون مستخبي عندها في البيت. تمام، يبقى طب عليه دلوقتي واشوفه هناك. سمية عرفت، ما قالتش غير انك عايش ومراتك متسطره عليك. مراتي؟ لا لا ما بشربش. لا انت محتاجه درينك. لا مش عارفاني ما بحبش الشرب. لازم تهدي يا حبيبتي، حفله زي دي مش بتتكرر كتير وعينيكي بقت غلويه قوي. هادي. انت مديونالي برقصه من المره اللي فاتت، فاكره؟ فاكره، انا عندي ديون كتيره قوي بس ده بالذات مش قادره انساه. بجد ميرسي قوي على كل اللي بتعمله معايا. يوكم حوري. نفسي ارجع زي زمان اغني في الكورال. طب ما احنا فيها. عندنا مفاجاه النهارده استثنائيه جدا. حوريه. تعالى تعالى بقول لك ايه، تعالى هنا. هدي. يلا روح. بابي؟ ايه ده؟ انت لسه ما نمتيش؟ اقفلي الشباك ده. مش بعرف انام من غير مامي. طب تعالي وانا اقرا لك ستوري. عملت ايه في حكايه اللي هيزبونا مرات الواد المحامي ده؟ الليله هيكون عندك. اشمعنى الليله؟ اصلا انا كنت لازم ادخل الدخله الصح. مين ده اصلا؟ ويهمك في ايه؟ انا زي ما قلت لك انت مرات اخويا وزي اختي. يعني انا لو زي اختك بجد كنت كلمتني سالت عليا. مش ده كان كلامك في الاول؟ انا اسف اتشغلت شويه بس ادي فضيت وجيت اسال عليك اهو. بس شكلك انت اللي مشغوله. انت بتتهمي زينه بقتل الشين عشان تستولي على فلوسه اللي كان محوشها مع رامي عنده في البيت عشان يفتحوا الشركه الجديده بتاعتهم، صح؟ مظبوط. وكمان بتتهمي زينه بمحاوله قتل رامي عشان تستولي على الفلوس كلها بقى لنفسها. هو كده بالظبط. المدام عندها اقوال مهمه جدا يا فندم بخصوص جريمه قتل رامي الدهشوري وهشام احمد السيد. ولا الهوى. الست مرات صلاح دي شكلها بتخرف. طب دورت زي ما قلت لك؟ ما سبتش الغسيل والشماعه والحمام. قولي لي ممكن اقدر ادور فين تاني بالمره قبل ما اخرج من البيت. يا نهارك اسود، هو انت بتكلمني من جوه؟ ما تخافيش، دول في سابع نومه. انت ايه؟ عايز تروح وتوديني في داحيه وراك؟ انا برضو بعد كل اللي بعمله عشانك. مجدي اقفل يا مجدي، اقفل وكلمني لما تخرج من عندك. يلا. محصلش حاجة والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة. باكل واضحك بشتغل وأعمل كل حاجة. لا لا مش زعلانة وكئيبة. والله راح موت فيك صدق إذا فيك بكفي. شو بدك مني إذا مدت فيك؟ مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة.
ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة، ما بردش علي يقولي كلمة جات بسيطة، بعدك مش متصنف مصيبة. ما أقول في أكتر، أنا ما عندي أكتر، ما أقول في أكتر، أنا ما عندي أكتر، كل الجمال يعني عم تنتهي فيك. بالعكس حتى أنا حاسة مرتاحة وسعيدة، ما طلعش إلا حاجة وحشة عايش وحيدة، هبدأ حياتي بصفحة فاضية ولسه بيضة وبشنطة شخصيات جديدة. أنا عارفة إنه زمانه ماشي يقول عليا أنا واحدة شريرة وقوية ومفترية، شايفين يا ناس الست دي عملت إيه فيا، كتبك سمع من وأنا بعيدة. هاتي سيبيني معاك يا زينة. انت اتجننتي بتعملي ايه؟ هاتي ما تروحي ترقصي معاه وتسيبيني اغني، العبولي اه يا دنيا. بس كفايه. بابي 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 امشي. بس اضربك. يلا بس بابي. بس يلا انزلي انزلي، اوعي ايدك اوعي ايدك. بابي انا بقول لك انزلي انزلي. بابي بابي حبيبتي ما تخافيش، انا موجود، انا هنا انا هنا، ما تخافيش ما تخافيش. معلش انا بعتذر يا جماعه، بس الظاهر ان في اتنين من ضيوفنا تقلوا في الشرب شويه، معلش عادي بتحصل. انا مش سكرانه، ما تقوليش عليا سكرانه ما تصدقوهاش. لا هي سكرانه معلش واتغابت شويه في الشرب. بس كفايه. انت بتقولي لي انا بس، ما تجمعينيش مع محدثه الشرب دي. انا مش محدثه. طب هي سكرانه، انت عذرك ايه؟ عماله تخطفي منها المايك، ما تسيبيه لها. انت بتغلطيني انا يا صافي؟ عادتها ولا هتشتريها؟ من يوم يومها بترمي غلطها على اللي حواليها. انا غلطانه ان انا عزمتكم في حفله محترمه انتوا مش قدها. قلت لك مش عايزه اجي، قلت لك مش عايزه اجي. انا مش مصدقه انك انت قاعده بتذلينا بالحفله المعفنه بتاعتك دي. ايه اللي بيحصل؟ دول صحاب صافي بس مسخره. مستر زياد انهي السخافه دي فورا، مفهوم؟ ده اللي اسمها صافي دي، خليها تجيلي بره. حاضر. مين ده يا بوب؟ تعالى يا حبيبتي هرجعك البيت دلوقتي. يلا حبيبتي يلا. بقول لك ايه يا كوكي؟ هتخشي وهتقتلي على نفسك كويس. مش تقعد معايا؟ لا هروح اخلص مشوار وارجع لك. هتقعد تعيش معانا تاني؟ يظهر ان لازم ارجع اعيش معاكم. يلا حبيبتي اديني اخوك. يلا خشي. اقفلي. باي باي. لاف يو. باي حبيبتي. اقفلي يلا. انت عارف ان الحفله دي كانت اخر فرصه ليكي معانا كده ولا لا؟ مستر زياد الحفله كانت ماشيه كويس جدا بجد، لحد اما جبت اصحابك وجيرانك وجيران جيرانك علشان يبوظوها، مش كده ولا ايه؟ بكره تيجي الشركه تسوي حسابك حضرتك. بس يا مستر زياد والله انا ما كانش اظن انا حذرتك اكتر من مره كده، انا عملت اللي عليا. صافي اسمعيني، انا ما كنتش اقصد، انا كنت بس بهزر يعني. بجد الحفله مش معفنه.
طب ايه يا حورية مش هنمشي؟ حضرتك زينة مجدي عبد الحميد؟ نعم خير خير. عندنا إذن من النيابة بتفتش المكان. طيب في إيه خير؟ تفضلت ما تخافيش يا روحي ما تخافيش. تمام يا فندم، ما لناش أي حاجة جوا يا فندم. أيوة، ما أنا قلت لحضرتك ما عنديش أي فكرة عن الفلوس اللي أنت بتتكلم عنها، وبعدين كفاية لو سمحت البنت مرعوبة. حضرة الظابط، حضرتك لسه ما دورتش في أوضة النوم. خش دور لي في أوضة النوم. تمام يا فندم. يلا. إيه؟ متأكدة مش هلاقي الفلوس في أوضتك برضو؟ ولا هتقولي لي بنفسك كده فلوس بخبيها فين؟ مفيش حضرتك. قلت لحضرتك اكيد مفيش. تمام سعادتك يا فندم. ايه ده؟ فلوس، قصدي الفلوس جوه يا فندم، هنا في الفلوس. هنا مامي، خليكي مع تيتا يا كارما، ما تخافيش مش هتأخر. طبعا مع جدتها حبيبتها، امال هتعيش مع التالت اوضه لزيك انت والعربتين اللي كانوا معاكي في الفيوم؟ اوعوا تسيبوهم.
فاكره ماي ما عملتش حاجه وبابي جاي دلوقتي هيقول لكم ان ماي ما عملتش حاجه. هي جننتك انت كمان يا حبيبتي. معلش احنا هنخش جوه نجيب هدومك وتروحي تعيشي معايا على طول. وانا مين هيحاسبني يا اختي؟ اتنيلي انت رخره. تعملي ايه يا كارما؟ انادي على بابي. ده انا بنت ناس والله. ميرسي قوي يا امير، تعبتك معايا. قصدك يعني على الساعتين اللي قضيناهم لف في شوارع المعادي؟ لا ولا يهمك. اصل انا مش من سكان المعادي الاصليين. قلتيلي. طب يا ريت بقى تكوني نسيتي اللي مزعلك زي كده ما نسيتي مكان بيتك. هو ده بقى اللي مش ممكن يحصل، في حد ممكن ينسى اليوم اللي اترفد فيه؟ طيب قولي نسيكي الدنيا باللي فيها. ما تقوليش، انا كان قلبي حاسس. انا كمان قلبي حاسس ان انت هتحتاجيه النهارده. ايوه راحة. صافي، أنا عارف إن النهاردة أول مرة أشوفك، بس مش عارف ليه حاسس إن أنا هديت. اتلسعت. ده أنا ولعت. صافي طفي 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 يا صافي. ما أنا بطفي أهو. لا طفي السيجارة، البوليس جاي. طفي طفي. صافي يا إبراهيم حنا؟ احنا معناش حاجة. اتفضلي معايا يا مدام من غير شوشرة. امير الحقني. طب اهدى يا صافي وانا هحصلك على الاسم. تعالى معايا. اهدى هحصلك على الاسم. على فكرة انا ما كنتش بشرب لوحدي، هو كمان كان بيشرب معايا. ده ظلم. اتفضلي. ده ظلم. اتفضلي يا مدام. بتحب حد غير لوي أمسترونج؟ He's the best. بس بحب ناس تانية كتير برضه. زي ديك بقى. طبعا. حبيها؟ طب مصغلي؟ احنا لسه هنسمع. طب نزلني على جنب بقى يا اسطى. يا ابني انا نسيت انك هنا اساسا. خلاص وصلنا وصلنا. احنا وصلنا قبل كده ثلاث مرات. عايزين تعملوا شغل المراهقين ده، نزلوني من اول مرة يعني. ده انت غريب يا اخي، ما انت حد ماسكك عايز تنزل ينزل.
ادينا وصلنا يا غلباوي. انزل. مش عايزك تجيبيه معاكي تاني بقى. بتحال عليك انا مثلا. ها اهي وصلت يا بيه. انت حريه حسن الصايغ؟ في ايه بس خير؟ اتفضلي معانا. طب مش نفهم بس يا باشا ولا ايه؟ تفهم في الاسم يا باشا. اتفضلي معانا. ما تخافيش روحي. ايه اتكلم امجد؟ ما تخافيش. هكلم لك محامي. الو استاذ امجد، معلش انا اسف بزعج حضرتك في وقت متاخر. ها معلش محتاجينك بس في اسم معادي. خدوا حريه على هناك معرفش. ماشي متاخرش علينا بس بعد اذنك. طب هي صافي معاها؟ طيب طيب هلبس واجي لك. يلا حب سلام. مال وشك مخطوف كده ليه؟ انت تاني؟ انا بصراحه ما عرفتش اروح غير ما اطمن عليك. طب طمني بنتك عامله ايه؟ انت ما بتحرميش. فين يا مجدي؟ عملتي فيه ايه يا زينة؟ اديني لاجيبك. واحدة مني مش هتشوف وش تاني، ولو عاوزني اسيب الشغل انا هسيبه، بس خصيمك النبي، خصيمك النبي بتزعل وطمن قلبي. أنا ضميري مش هنايمني طول الليل. وعد؟ وعد وعهد ربنا. كارما كويسة. لحقتها في آخر لحظة. كان بينها وبين مجد المعدول مفيش، كله بسببك. لو مرات صلاح ما شافتنيش ما كانتش سمية بعتت الدلدول بتاعها. ألف حمد وشكر ليك يا رب. طب وسميه والدلدول ده هما اللي كانوا حابسين صلاح مش كده؟ طب والمدام؟ زينة اتقبض عليها. اشمعنى؟ اللي فهمته انهم متهمينها بقتل. مظبوط. الحكومه دائما على حق. وبعدين مراتك دي انا من الاول مش مستريحه لها، حاسه كده. انت تعرفيها انت؟ يوه مش ضراير؟ والضراير دايما يحسوا ببعض من نظره. مش فاهم انا بتكلم معاكي ليه اصلا. يلا يلا. يعني اسيبك تقعد لوحدك كده بين اربع حيطان؟ ما انت لازم تفضفض بردك. انت مش فاهمه، انا شفت مراتي بياخدوها في البوكس وبنتي بتنده عليا وانا مش قادره اتحرك. انا مش حسيت ان انا عاجز. بعد الشر عليك من العجز. بس كده احسن. كده في امان. طول ما هما بعيد عن البيت هما في امان. طول ما انا بعيد عنهم هما في امان. لغايه ما الاقي الفيديو. انا اللي فارسني اني رقصت وسنطرت وهوب اجيب جون. الدبابير حضرت. اسمه ايه اللي متهمينها بقتله ده؟ قتله يا بص، بتجبرها تدوس على صرصار بالغلط وتطلع تجري. بس في حاجه غريبه في الموضوع ده. مش قضيتنا يا امير، انا اللي يهمني دلوقتي الشيك. الست دي لازم تطلع براءه. بص بس انا العب عليها. انما اطلعها انا مش هاوي. بص تقوم لها محامي من الاسامي الكبيره وتفهمه ان اهم حاجه تطلع براءه. مش عاوزه اتنيل. ده انا بنت ناس والله. عاجبك كده؟ كله من تحت راسك وراس الفلوس اللي شايلها في الاوضه. وانا ذنبي ايه؟ هو انا لو قلت لحماتي تبلغ؟ امال هي عرفت منين هالموضوع الفلوس؟ ما هي لو ما كانتش اخذت الفلوس من عندي ما كانش كل ده حصل. انما اللي نزل عليها لازم ارجع الفلوس لرامي. اهو رامي اتكل واحنا هنتكل وراه. خلصوا انتوا نسيتوا احنا فين؟ انتوا مجانين. انت
تصدق ان احنا فعلا مجانين؟ مجانين ان احنا سمعنا كلامك ومشينا ورا خططك الفاشله. انا ايوه انت، هو انت لسه واخده بالك ان انت سبب في كل اللي احنا فيه ده؟ انت اللي دبستينا وفي الاخر ولا على بالك رايحه تحبي وتعشقي. قولي كده، انت غيرانه علشان انا لقيت حد يحبني وانت ما فيش اي حد راضي يعبرك؟ انا شايفك النهارده طول الليل عينك ما بتنزلش من عليا انا وصافي. اتاري وانا بقول ليه ما فيش ولا حاجه حلوه بتكملي من الغل والحقد اللي جواكي؟ نعم؟ لا يا حبيبتي سوري بقى، انا مش هبقى شماعة لفشل غرامياتك، انت اللي مدلوقة وبتريلي على اي راجل يعدي من جنبك. انا لا انت ولا هي ولا هي، اللي انتوا فيه ده بسبب حاجة واحدة اسمها الوجع. اي وجع اصله هنا وهنا. ريحي كل حته في جسمك، ما تفكريش في اي حاجه، غمضي عينك، خدي نفس وارجعي بشويش. كل قلب ليه باب، كل واحد فينا مخبي المفتاح ده جوه مكان بعيد. يا تتجرأي تفتحي الباب ده من غير خوف، من غير عناد، ومن غير حقد، يا تفضلي خايفة ان المفتاح يضيع ويفضل قلبك مقفول للأبد. ساعتها هيتقفل في وشك انتي قبل اي حد. امسكي المفتاح وافتحي لنفسك، دخليها، مدعيها بطاقة النور والمحبة اللي جوه. سامحيها، ساعتها بس هيبقى عندك طاقة لغيرك، وقتها هتعرفي تسامحي كل اللي حواليكي. افتحي عينك. لسه حاسه بألم؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم احفظنا. هو حصل ايه بالظبط؟ اول ما وصلنا تحت البيت الامين ده جه شدها مننا وما رضيش يفهمنا اي حاجه. معلش راجل غلبان اكيد ما يعرفش اي حاجه. ثانيه بس، طب انا هخش اشوف ايه اللي بيحصل. ما تقلقوش استاذ سمير، المحامي محامي كبير هيقوم بالواجب وزياده، واعتقد ان محامي واحد لموقفه ما هيبقى افضل. معلش هو ما تعرفناش على حضرتك. امير خولي خطيب صافي وحضرتك. اتفضل يا استاذ سمير. طيب يا جماعه، طبعا الاستاذ سمير النمر أستاذنا كلنا، وهو هيعرف يعمل إيه. عن إذنكم. يلا مع السلامة. سلام. أستاذ سمير بنفسه، وأنا أقول الاسم منور. منور بقى أصحابه يا محمد بيه. اتفضل. قهوتك إيه؟ متشكر، سبقتك. خير إن شاء الله. أنا جاي بخصوص صفية حنة. إيه الحكاية؟ والله صفية ليها صاحبة اسمها زينة، تم الإبلاغ عن حيازتها لمبلغ كبير ولقوه في شقتها، وبناء عليه مشتبه فيها بقتل المجني عليه رامي حسنين الدهشور. وإيه دخل صافي بقضية صاحبتها؟ قضية الفلوس ذات صلة بقضية سابقة، أكيد حضرتك سمعت عنها، حادث تفجير العربية في الفيوم. الرجالة اللي كانوا في العربية يبقوا جوازهم، وعلى العموم هما محجوزين وهيتعرضوا على النيابة الصبح. والباشا بجدعنته ما يرضهوش بلاغ كيدي يسبب في حجز ثلاث ستات بالشكل ده ولا ايه؟ والله كان بود اخدمك، بس انت سيدي العارفين لو ماسكنهم بحتة حشيش كان ممكن، لكن ده قتل. طب ممكن اشوفهم؟ انت تؤمر. يا وحيد! تمام يا فندم. هتاخد الاستاذ لحد المتهمات زينة وصفية وحورية. تمام يا فندم، اتفضل. الف شكر ليك يا محمد بيه.